وليس كل ما رآه الإنسان في منامه اتصل بمعبر أو بحث عن معبر، هذا خطأ. ولذلك ماذا قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم ما أتاه رجل فقال: يا رسول الله، إني رأيت في المنام أن رأسي قد قطع وأنه يتدحرج وأنا أتبعه. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لا تخبر بتلعب الشيطان بك في منامك، لا تخبر. ولذا من الخطورة بمكان أن كل ما رآه الإنسان في منامه أنه يعبره. ما السنة؟ أن تعبر ما هو مفرح، ما عداه اسكت ولا تخبر بها أحداً.